مرحبا، معكم دكتورة لانا حمزي، طبيبة أسنان مركز اليومنس لطب الأسنان. اليوم رح نحكي عن موضوع منشوفه بشكل يومي بالعيادة، هو مراجعة مرضى يافعين أو شباب بيعانوا من مشاكل بأسنانهم تفاقمت بسبب إهمال معالجة الأسنان المؤقتة أو الأسنان اللبنية بمرحلة الطفولة. بالحقيقة الكشف الدوري للأسنان عند الطفل ضروري جدا لعدة أسباب، أهمها تقييم نمو عظم الفكين. ففي حال وجود خلل بنمو عظم الفكين رح يتم توجيه الطفل لأخصائي تقويم الأسنان والفكين لتعديل النمو بالأجهزة المعادلة للنمو بالفترة العمرية المناسبة، بالإضافة لأهمية الحفاظ لسلامة السن المؤقت لعدة أسباب أهمها دوره بوظيفة المضغ والحفاظ للبعد العمودي للثلث السفلي من الوجه، بالإضافة لدوره بحفظ مكان السن الدائم وتوجيه بزوغه. أيضا خلال الكشف الدوري للأسنان عند الطفل بيتم تقييم وجود عادات سيئة، عادات فموية سيئة أو لا، مثل عادة مص الإصبع أو قدم الأظافر أو غيرها، لما لها من تأثير ضار لنمو عظم الفكين، بالإضافة لدورة ضار لسلامة وصحة الأسنان واللثة. أيضا خلال الكشف الدوري رح يكون في تقييم للوظائف الفيزيولوجية عند الطفل مثل البلع والتنفس، وبالتأكيد كل ما بكرنا باكتشاف المشكلة كل ما كان الحل أسهل والنتيجة أفضل. بتمنى لكم ولأطفالكم صحة جيدة ويوم سعيد. شكراً.